هل يختلف اثنان في هذا العالم على أن السعودية اليوم هي الدولة التي لا تملك أي مقومات احترام حقوق الإنسان؟ تزامنا مع الذكرى السنوية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقدت مؤسسة الأبرار بلندن ندوة حول جدوى النشاط الحقوقي ومدى فاعلية آليات هيئة الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في هذا العالم الذي تسيطر عليه مصالح الكبار التي تسحق آمال وتطلعات الشعوب وترفع في ذات الوقت شعارات حقوق الإنسان. وإنما لو أرادوا هذه القوانين الإنسانية لوجدوها في الإسلام، لو درس الإسلام دراسة مجردة موضوعية لوجدوا هذه القوانين، بل أكثر من هذه القوانين وأرقى من هذه القوانين في تعاليم الإسلام. البعض عبر عن خشيته من تحول العمل الحقوقي إلى بديل عن النشاط السياسي المعارض. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مناسبة لإعادة النظر في الملف الحقوقي، المنظومة الحقوقية ومدى جدواها. لا شك أن كل شيء في هذا العالم إيجابي وإيجابي ويجب أن نأخذ به، ولكن السؤال أين تضع خط التوازن، يعني أين ما كيف توازن بين العمل الحقوقي والعمل السياسي؟ لأن الخشية أن ينبري الناشطون للعمل الحقوقي وتبقى الساحة السياسية فارغة. لكن هناك من يرى في النشاط الحقوقي شكلا من أشكال الصراع مع الأنظمة الدكتاتورية، وفي نهاية المطاف هي معركة بين المنظمات الحقوقية الأهلية، بين الشعوب وبين دول لديها مصالح ولديها صراعاتها على هذه المصالح. الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تزال حبرا على ورق ما لم تفعل هيئة الأمم المتحدة آلياتها بشكل أفضل لحماية وتعزيز تلك الحقوق. في الذكرى 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يزال الجدل قائما بين من يرى في العمل الحقوقي وسيلة لفضح الأنظمة القمعية وبين من يراه وسيلة لتخدير الشعوب. ساهر عرابي للبحرين اليوم من مؤسسة الأبرار في العاصمة البريطانية لندن.